أعزائي المشاهدين صباح الخير. حصة اليوم راح تكون للجزء السفلي من الجسم، راح نعمل تمرينات للعضلات الفخذ الأمامية والخلفية وعضلات الأرداف. راح نبلش أول تمرين، راح نستخدم العصاية عشان نعمل عليها استناد، نعمل استرتشنج للعضلات العاملة. عصاي استرتشنج للرجل اليسرى لعضلة الفخذ الأمامية، حط العصاي، الركب تكون قريبة من بعض، الحركة لازم تحس في شعور بالعضلة انه في فيها ستريس، بس شعور يعني غير مريح بس لا يوصل لدرجة الألم عشان تحس انه في العضلة صار فيها ستريتشنج، وما تعمل بس مجرد نسخة عن المدرب او تقلد وتقليد، لازم تحس فيها. نثبت 15 ثانية، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. ريح، نبدل الرجل الثانية، نفس التمرين، الركبة دائما متنية، استناد 15 ثانية، الركب مع بعض، الصدر إلى الأعلى، البطن مشدود، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. ريح، حط العصاي. نعمل تمرين أو ستريتشنج للعضلة الخلفية، رجل اليمين إلى الأمام، الركبة متنية، رجل يسرى، الظهر مستقيم، الإيد على الرجل المتنية، ممتاز. حس في العضلة الخلفية ستريتشنج فيها، ممتاز. رح كمان 15 عدة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. ريح، نبدل الرجل الثانية، اليسار إلى الأمام، اليمين ركبة متنية، صدر إلى الأعلى، الرأس الأمام، ونثبت الستريتشنج أو الإطالة في العضلة الخلفية، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. اوكي، 8 عدات ونركز مع بعض. جاهز تيم؟ 1 2 3 4. داون، الذراعين تقاطع على الكتفين، 2 3 4 5، شد المعدة، 6 7، آخر واحدة 8. اوكي، ريح. نفس التمرين بس رح نزيد صعوبة التمرين بشوي، احنا نعمل 8 عدات، العدة الرابعة رح نثبت تحت لمدة 5 ثواني ونعمله مرتين، يعني 4 ثبات 4 ثبات. جاهز فريق؟ اوكي، ذراعين تقاطع الكتفين، ابتدي، 1 2 3 4، ثبت تحت، 5 4 3 2 1، آخر 4 عدات مع ثبات، 1 2 3. نثبت الآن، اثبت، 5 عدات 4 3 2 1. ريح. التمرين الثاني، تمرين الطعن الجانبي، بيشغل نفس المجاميع العضلية، بالإضافة بيعمل لي ستريتشنج أو إطالة للعضلة الداخلية. التمرين راح أشرحه، ما راح نعمل التمرين، راح أخذ خطوة للجانب، الركبة خلف المشط، الظهر مستقيم، البطن مشدود، وأرجع على نفس الوضع، 1 2. الذراعين على الوسط، أهم شيء أنه أدفع بالرجل، ما أسحب بالرجل سحب. أوكي، رح نعمل 8 على اليمين 8 على الشمال. جاهز؟ 1 2 3 4، جو، 1 2 3 4 5 6 7، آخر واحدة 8.
بدي الجهة الثانية. واحد، ممتاز. اثنين، حس بالعضلات عم تشتغل. ثلاث، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، آخر واحدة. أوكي، ريح. هذا التمرين فيه نعمله ثلاث مرات بالأسبوع، بناء على مستواك تتدرج فيه شوي شوي. فيك تبلش بأربعة، بستة، بثمانية، حسب مستواك، وبتطلع خطوة خطوة. وشكرا، يعطيكم العافية.